ما حكم قول إن الله سلب النار الإحراق وغير خاصيتها حينما قذف فيها إبراهيم وقوم قال لها يا نار كوني بردا، يعني بدل الحرارة والوقود كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فسلبها الحرارة نعم وجعلها باردة نعم، وهو قادر على كل شيء نعم. وكذا قال إن الله سلب السكين خاصية القطع حينما أمر الله إبراهيم بذبح إسماعيل. نعم، إبراهيم عليه السلام أمره الله بذبح ابنه، فذبح يعني فله للجبين وأجرى السكين على يده لكنها لم تقطع لأن الله منعها من القطع، وحصل المقصود وهو أن إبراهيم امتثل أمر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول وإبراهيم رأى في الرؤيا يعني أن الله أمره بذبح إسماعيل، هذه رؤيا رآها، ورؤيا الأنبياء حق، فلما فأراد أن ينفذ الرؤيا إني أرى في المنام أني أذبحك، رؤيا الأنبياء وحي حق، قال يا أبت افعل ما تؤمر. شوف الابن أيضا، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ما قال تجدني من الصابرين، قال إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم لله، سلم الأمر لله وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، حصل المطلوب، صدقت الرؤيا خلاص حصل المطلوب، ولم يبقى إلا الذبح، ذبح لا فائدة فيه. نعم.